إلهي يا الله يا الله الله يا الله الله يا الله. مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مع حلقة جديدة من سلسلة الربانيون، هؤلاء الذين لم يكونوا ربانيين فقط في عبادتهم لله عز وجل، بل هم ربانيون بصلتهم بالناس وببرهم وإحسانهم إلى جميع خلق الله عز وجل. أرحبوا بفضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم الداعية الإسلامي، حياكم الله شيخ. حياكم الله، بارك الله فيكم. يعني البر كلمة جامعة والصلة كلمة جامعة، نخصصها للربانيين، لهم منزلة خاصة في برهم وصلتهم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الربانيون لا يعيشون منعزلون في قوقعة أو كهف أو مغارة، ولكنهم يتواصلون مع جميع خلق الله بالمحبة والمودة والصلة والبر والمعروف والعطاء والسخاء والكرم والجود والخدمة. هذه هي الصلة، لأن بين الناس جميعا صلة رحم عامة وخاصة من ثلاثة وجوه. بين الناس جميعا صلة رحم سببية، وهذه الصلة هي صلة الأب والأم آدم وحواء، كلنا جميعا من آدم، وخلق الله تعالى آدم من تراب، فبيننا جميعا رحم إنسانية أو رحم سببية. وهناك رحم نسبية تتعلق بالنسب، علاقة الإنسان بأبيه وبأمه وإخوته وأقاربه وأرحامه، هذه علاقة نسب وصلة رحم فيما بيننا، علاقة نسب، علاقة نسبية. وهناك صلة إيمانية تربط بين المؤمنين جميعا، إنما المؤمنون إخوة. ترى في القرآن الكريم أن الربانيين عندما يتعاملون مع الناس جميعا يراعون هذه الصلة. مثلا في دعوة الأنبياء لا ترى نبيا يخاطب قوم إلا ويقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا قوم، كلمة قوم يشعرهم أنه منهم، وأنه ليس غريبا عنهم، وأنه حريص على مصلحتهم ومنافعهم، ولا يريد إلا فلاحهم وسعادتهم ونجاتهم. فهذه تشعرك بصلة القرب والود. البر في حياة الأنبياء جاء وصف لبعض الأنبياء، كما وصف الله جل وعلا يحيى عليه السلام فقال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وقال في شأن عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وفي شأن إبراهيم عليه السلام عندما دعا أباه أربع مرات يقول له يا أبتي يا أبتي إني قد جاءني، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أربع مرات ويناديه بصلة الأبوة، وهو كافر، وكان كافرا، وهو يدعوه إلى الإيمان، يدعوه إلى التوحيد، يدعوه إلى الإسلام، ولكن يناديه ويخاطبه بهذه الصلة التي تقرب بين الأطراف وتقرب بين العقول وبين القلوب، حتى يستميل قلبه إلى الحق وإلى التوحيد. تنظر إلى بر إسماعيل بأبيه عندما عاونه في بناء البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. انظر إلى بر الولد بأبيه حتى في شأن الذبح، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. في شأن يوسف عليه السلام مع إخوتي عندما عفى عنهم وقال لا تثريب عليكم اليوم، كيف استقبل أبويه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، ومن قبل قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. انظر إلى البر والصلة والعلاقة. فالأنبياء ما كانوا منعزلين لا عن أقاربهم ولا عن أهليهم ولا عن أقوامهم ولا عن الناس، ولكنهم مندمجون في نسيج الأمة. وهذه الصلة والجسور، جسور المحبة،
بين القلوب بعضها وبعض هي التي يسرت انتقال الفكر من القلب إلى القلب، هي التي يسرت العلاقة والصلة. وبعد ذلك من كتب الله تعالى له الهداية وانشرح صدره للحق فقد الحمد لله هداه الله للخير، ومن أبى ورفض هذه الرحمة لا عذر له عند الله، لأن الدعوة قد بينت له بوضوح وجلاء وأرق الوسائل وبحكمة وبلطف وبود. أي شيء يريد الإنسان أكثر من هذا؟ فإذا رفض هذه الرحمة مع هذا البر وهذه الصلة فحقيقة لا خير فيه، لأنه أبى أن يؤمن بالله، والإيمان بالله هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. تنظر أيضا في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام تجد أن سمة البر والصلة يعني تكاد تغطي على حياته حتى قبل البعثة. قبل البعثة كانت خديجة رضي الله عنها تصفه فتقول له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقر الضيف وتطعم المسكين وتعين على نوائب الدهر. انظر إلى هذه الصفات كلها. وعندما أراد عليه الصلاة والسلام أن يدعو قومه بدأ بأقاربه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ بالأقارب وكان ينادي عليهم بأسمائهم ويقول: يا عباس عم رسول الله اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أملك لك من الله شيئا. انظر إلى هذه الصلة. حتى عندما ذهب إلى العمرة في الحديبية وهو على مشارف الحديبية قال عليه الصلاة والسلام: لا تسألني قريش اليوم خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. ولما أسر العباس رضي الله عنه يعني وكان وقتها يعني مشرك وأسلم بعد ذلك، العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أسر مع المشركين في يوم بدر كان طول الليل يئن من كثرة الأغلال والقيود التي كانت عليه، فكان عليه الصلاة والسلام يسمع أنين العباس وهو في وثاقه وفي قيوده فلا يستطيع أن ينام. قالوا: يا رسول الله ما لك لا تنام؟ قال: كيف أنام وأنا أسمع أنين عمي وأنا أسمع أنين العباس؟ فحلوا وثاقه وبعد ذلك أسلم العباس رضي الله عنه وأرضاه. هذه الصلة التي كانت تربط الأنبياء بمن حولهم من خلق الله، وهذه الصلة تعليم لكل الدعاء، بل تعليم لكل الأمة أن المسلم لا ينعزل عن الناس. وإنما طريق الربانية ليس أن أنعزل في صومعتي بعبادة وذكر ودعاء وأترك التعامل مع الناس. أحسنت. وإنما الأصل هو أن يرى الناس في الرباني برا، أن يروا فيه عطفا، أن يروا فيه رحمة، أن يروا فيه رقة. هذه الرحمة والأخلاق العالية هي التي تجذب قلوب الناس إلى الحق، فالأخلاق هي التي تفضي إلى الهداية. ولذلك الدين المعاملة هذا أصل، وإن لم يكن حديثا ولكنه يعني أصل تراه له أدلة وشواهد كثيرة في شرع الله، أن الأخلاق والمعاملة هي عنوان الصدق. الله جل وعلا مدح النبي عليه الصلاة والسلام بأخلاقه: وإنك لعلى خلق عظيم. وكم من الناس دخلوا في الإسلام بسبب أخلاقه، يمكن قبل أن يسمعوا شيئا ولكن وجدوا منه كرما وجودا وأخلاقا وعفوا وسموا، فهذه الأخلاق هي التي جذبتهم إلى الحق. ترى أيضا لو كان الرباني منعزلا في صومعته وفي فخيره ربما لنفسه. أحسنت. لكن كيف يدعو غيره إلى هذه الربانية؟ لابد أن يخالط الناس ويعاملها. أحسنت. وهذا شبه إعلان عام لمنهج هذه الدعوة وهذه الرسالة. في أول كلمات نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم عند هجرته من مكة إلى المدينة، اللي بيحكي هذا الموقف عبد الله بن سلام وكان حبر من أحبار اليهود ثم أسلم، ماذا يقول؟ يقول: عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل الناس إليه سراعا، فكنت في من أسرع إليه، فلما نظرت في وجهه علمت أنه ليس بوجه كاذب، فكان أول ما قال: يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. هذه أول كلمات قالها صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام. نعم. قبل الصلاة في الليل والناس نيام. نعم، لأن الكرم والجود هو الذي يتأثر به الناس. الناس لا يتأثرون من صيامنا ولا من تهجدنا، صلاتنا لنا
تهجدنا لنا، لكن حظ الناس منا هو المعاملة والأخلاق، الكرم والجود والمسامحة والإنفاق والسخاء والإيثار، هذا هو الذي يعني الناس. حتى بعض الناس يحكمون على رجل أنه رجل طيب، لماذا؟ لأنه سخي، لأنه كريم، لأنه متسامح، لأنه لا يحمل غلا لأحد. هم لم يروا لا صيامه ولا قيامه ولا تهجده ولا قراءته للقرآن، وهو يبلغ بحسن خلقه أحسنت. درجة الصائم القائم. أحسنت. طيب كيف انعكس هذه الربانية عند الرسول عليه الصلاة والسلام في صلته وبره على أصحابه؟ حقيقة كيف أحسنت. تعلموا منه أحسنت. الصحابة يعني كانوا يعاشرونه في السفر والحضر، أخذوا منه هذه الصفة، فكانوا من أبر الناس بآبائهم وأمهاتهم. مثلا في يوم من الأيام أبو هريرة رضي الله عنه ذهب إلى بيته، وكانت معه أمه وكان يخدمها، فأسمعته في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكره. لم تكن أسلمت بعد. ما كانت أسلمت بعد. فجاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، قال: يا رسول الله، إن أمي أسمعتني فيك ما أكره. يا رسول الله، أدعو الله أن يهدي أم أبا هريرة. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبا هريرة. فرجع إلى بيته، فلما طرق الباب يستأذن يريد أن يدخل، سمع خرير الماء، فقالت له: يا أبا هريرة، مكانك. قال: فوقفت، ففتحت الباب وقالت: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فعاد أبو هريرة يبكي من شدة الفرح كما جاء أول مرة يبكي من شدة الهم والحزن والغم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أم أبا هريرة نطقت شهادة الحق، يا رسول الله، أدعو الله لي ولأمي أن يحببنا إلى كل مؤمن ومؤمنة. فدعا لهما صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى كل مؤمن ومؤمنة. فيقول أبو هريرة: فلا يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبني لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا نحب أبا هريرة حقيقة، إذا ذكر ترى من مجرد اسمه له ود وله محبة صحيح خاصة صحيح في قلوبنا. صحيح. كيف لا وهو راوية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة الذين حملوا لنا السنة التي بها الآن ننعم في معرفة الشريعة من حلال وحرام وشرائع وأحكام. ترى العفة حقيقة، البر والصلة في حياة الصحابة رضي الله عنهم له جوانب عديدة ومتعددة، يعني تعلموها من الاحتكاك المباشر حتى داخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مرة فاطمة رضي الله عنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادم، تعبت من شدة العمل في البيت، الطحن والعجن والخبز، فأرادت خادم، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تذهب إلى بيتها وأنه سيأتيها هي وعلي في الليل. فذهب عليه الصلاة والسلام إليهما، إلى فاطمة وعلي، وهما نائمين في الفراش. الحديث في صحيح البخاري ومسلم. تقول فاطمة رضي الله عنها: فدخل بيننا في الفراش حتى وجدت برد قدميه في صدري، يعني جلس بينهما بين علي وبين فاطمة، ثم قال لهما: ألا أدلكم على ما هو خير من الخادم؟ تسبحان الله عند النوم 33، وتحمدان 33، وتكبران 34، فذلك خير لكما من خادم. انظر إلى شفقته وبره بابنته عليه الصلاة والسلام، الذين لمسوا هذا البر والحنان. وهذا فيه بر بصهره أيضا، وبصهره أحسنت، يعني هذا أيضا كان بإمكانه أن ينتصر لابنته ويأمر هذا الصهر أن يأتي بخادم أحسنت. هذه لفتة طيبة، يعني البر ما كان قاصرا على قرابتي ومن أعرفهم، بل كان البر يعني مظلة تمتد إلى كل من يربط به صلة، وخاصة علاقة الأصهار تحتاج إلى أريحية وإلى كرم وإلى مسامحة. نعم. وإلى صلة. هذا تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البر حقيقة يعني حتى كان يعني تراه في حياة التابعين وفي حياة الصالحين، يعني مما يروى عن بعض سادات التابعين وهو علي ابن الحسن ابن علي ابن الحسين. الحسن ابن علي ابن الحسين كان من كبار التابعين وساداتهم، كان من شدة بره بأمه لا يأكل معها. لا يأكل معها. لا يأكل معها. فلما قد يرى أنه ليس من البر. أنه جفو أجفاء. نعم. فلما قيل له، كان له فقه في المسألة، فلما قيل له في ذلك قال: أخشى إن أكلت معها
أن تسبق يدي إلى لقمة قد سبقتها إليها عينها فأكون قد عققتها. إلى هذا المدى البعيد الذي لا يمكن أن يتخيله أحد من شدة البر كان بر هؤلاء بآبائهم وأمهاتهم. حتى في حياة من بعدهم يعني من الصالحين ترى أن هذا البر كان شائعا في حياتهم. أبو حنيفة معروف رحمه الله الإمام يعني أنه ليس فقط فقيه الكوفة ولا فقيه العراق، فقيه الأمة. أمه أقسمت يمين فأرادت أن تكفر عن يمينها، تريد أن تعرف كفارة فقالت كفارة اليمين، فقالت لابنها خذني لعمر بن ذر القصاص يعني واحد من القصاصين الذين لهم مجالس في الوعظ. فقال لها يا أمي سليني ما شئت أنا أجيبك. قالت لا أخذ جوابي إلا من عمر بن ذر القصاص، وكانت تحضر مجلسه. فأخذ دابة وحمل أمه وذهب إلى هذا القصاص، فقالت له إنني قد أقسمت يمين فما هي كفارته؟ فذهل الرجل، قال أتسأليني وابنك فقيه الكوفة؟ قالت لا أريد الجواب إلا منك. فمال على أبي حنيفة، قال له ما الجواب؟ قال له قل لها الجواب كذا وكذا وكذا. فقال لها الجواب كذا وكذا وكذا، فقالت صدقت واطمأنت، وقالت لابنها هيا بنا ننصرف إلى بيتنا، فأخذها وانصرف. أي بر وأي أدب وأي خلق كان من هؤلاء الأئمة مع آبائهم وأمهاتهم. الأب والأم تيجان فوق الرؤوس، وعلى كل إنسان أن يوقر أباه وأن يوقر أمه. لما عمر بن ذر هذا أيضا كان من القصاص، ولكن من القصاص الصادقين الذين يقولون لا يرون إلا الصدق الطيبة، أحسنت، لا يقولون الخزعبلات ولا الأحاديث الموضوعة ولا الخرافات ولا البدع ولا الخيالات، يعني كان رجلا إلى حد كبير منضبط ويقول كلاما طيبا. فعمر بن ذر لما توفي ولده فيسألونه كيف كان بره بك، بيسألوا الآن بقى الأب عن الإبن، كيف كان بره بك؟ فقال ما مشيت ليلا قط إلا كان خلفي، إلا كان أمامي، ما مشيت ليلا قط إلا كان أمامي يتفقد لي الطريق، ولا مشيت نهارا قط إلا كان خلفي، وما ارتقى سطحا وأنا تحته. إلى هذه الدرجة كانت يعني كان البر بالآباء والبر بالأمهات. هناك مبالغة، أحسنت، يعني ليتعلم الدعاء ويتعلم الربانيون أن البر ليس كلاما مصطنعا وليس شعارا أجوفا وليس دعاوى تدعى، ولكن البر أفعال. كيف يكون إنسانا داعية أو إنسانا له مقام في الدين أو يريد أن يصل إلى أعلى عليين وهو لا يوقر أقرب الناس إليه وهم أبويه، وأقرب الناس إليه وهم من يحتكون به من زوجة وولد وأصدقاء وجيران ومعارف، هؤلاء هم الشهود عليه. أنت إذا أردت أن تعرف الإنسان من أين تعرفه؟ تعرفه من أسرته، من عائلته، من جيرانه. طول الصحبة يكشف لهم عيوبه أو يكشف لهم أحسن المحاسن. طيب شيخ، يعني إذا توسعنا في دائرة الصلة وتحدثنا عن صلة الإنسان بإخوانه من المسلمين، عليه أن يصلهم ويسعى في خدمتهم، لكن السعي في خدمة الإخوان يحتاج إلى بذل من الوقت، ربما بعض الناس يقول إضاعة وقت وإضاعة أموال في خدمة، هل هذه يعني هذا الإنفاق للمال وهذا الإنفاق للوقت يكون في محله صحيح؟ حقيقة الإنفاق هو علامة صدق الإيمان وبرهان اليقين، والقصة الواضحة في هذا قصة أبو طلحة لما نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نزلت هذه الآية وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وكانت بستانا مستقبلة المسجد فيها ماء عذب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في الأقربين، ففرقها في قرابته وبني عمه. فالناس بالذات الأقارب ينظرون إلى هذا الجانب وذلك الملمح من البر ومن الصلة وهو النفقة. بعض الناس يظن أن هذا مضيع للوقت، نقول له لا، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجة وابن أبي الدنيا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله؟ قال أنفعهم للناس، لم يقل أكثرهم صلاة
ولا صياما ولا قراءة ولا تلاوة. سبحان الله. النفع للمخلوق، الرحمة على الخلق من أحب الصفات. قال أنفعهم للناس. قال فأي الأعمال أحب إلى الله؟ قال سرور تدخله على مسلم. هذا أيضا صلة، هذه من الصلة ومن جميل. البر جميل جميل. نعم، تشبع جوعته أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا. ولأن أمشي مع أخي في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته. ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه لأمضاه. الله يوم القيامة يأتي به على رؤوس الأخلاق حتى يرضيه. وقال عليه الصلاة والسلام ومن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له أثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الجامع في معاني البر ترى أنها كلها نفع للمخلوق. صحيح. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بدعوة طيبة لمن رفق بالأمة، ودعا على من شق على الأمة. في الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فهذه دعوة الله الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بها لكل من رفق ورحم بهذه الأمة. بل الحديث القدسي الذي ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة أن الله عز وجل يقول يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعوده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال أما استسقاك عبدي فلان فلم تسقي، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. حقيقة البر ما كان مصطنعا، كان فطرة. وكان الذي يقوم بالبر والصلة لا يريد لعمله أن يعرف، ولكن يكتمه حتى يدل على الإخلاص، شدة الإخلاص. يعني مثلا الخليفة المأمون قال ما وجدت أبر من الفضل بن يحيى، ما وجدت أبر منه. قال كيف؟ قال كان يحيى لا يتوضأ إلا بماء ساخن وقد دخل السجن، يعني يحيى وابنه دخلهم الاثنين السجن، فمنعهما السجان من دخول الحطب، وكان هذا الحطب يوقدونه ويسخنون عليه الماء. فلما فعل ذلك السجان فالفضل أخذ قدر كان يوضع فيه الماء، فوضع فيه ماء وحمله إلى جانب المصباح ليدفئ هذا الماء حتى يصبح الماء ساخنا قليلا أو دافئا لوالده نائم، والده خلص خلد إلى النوم، والولد أخذ القدر طول الليل إلى جوار هذا المصباح حتى يدفئ هذا الماء. فلما استيقظ يحيى وجد الفضل ابنه قد حمل القدر طول الليل فتوضأ بماء ساخن. المأمون يقول ما وجدت أبر من الفضل ابن يحيى بأبيه لهذا الموقف الذي كان بينهما. هذا يذكرنا بمن؟ يذكرنا بالحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي حلب غبوق لوالديه، فلما جاء فوجدهما نائمين أخذ الحلبة على يديه وظل طول الليل مستيقظا حتى استيقظ فشرب غبوق وأولاده جياع يتضاغون عند قدمه. فكان هذا العمل سببا في تفريج الصخرة التي نزلت عليه من فوهة الغار. هذا حديث الثلاثة معروف الذي أواهم المبيت إلى غار. هذه البر. يعني العابد أو الإنسان المؤمن إذا أراد أن يدخل الجنة فلا ينبغي أن يعني يحقر هذه الأعمال ظنا منه أنها تضيع له وقته وتضيع له الحسنات. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يفضل أن يمشي في حاجة أخيه عن أن يعتكف في المسجد. أحسن. فلا يجوز أن يأتي واحد منا في هذا الوقت يقول أنا لا أريد أن أذهب في حاجة فلان بل أريد أن أعتكف. أحسنت أحسن. هنا التفاضل في مراتب الأعمال. يعني الحديث الذي ذكره عليه الصلاة والسلام قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فسمعت قراءة فقلت من هذا؟ قالوا حارثة بن النعمان. نعم.
فقلت كذلكم البر كذلكم البر كذلكم البر. تقول عائشة رضي الله عنها راوية الحديث: وكان حارثة من أبر الناس بأمه. بره أوصله إلى درجة أن يسمع صوت تلاوته بالقرآن وقراءته في الجنة ليسمعها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين. آمين يا رب. علمنا هذه الأولويات. آمين. في حياتنا. جزاكم الله خير يا شيخ. بارك الله يبارك فيكم. وأشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم، ونلقاكم في حلقة جديدة مع سمة جديدة من سمات الربانيين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يا سألتك أن تكون خواتمي، أعمال خير في رضاك إلهي. يا الله يا الله الله يا الله يا سألتك أن تكون خواتي.